السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، مازلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، ملمح دقيق في هذا العنوان قد يغفل عنه كثير من الناس، وهو نحن لسنا السكان الأصليين لهذا الكوكب اللي هو على الأرض. لسنا السكان الأصليين؟ أيوة لسنا السكان الأصليين. طب انت عايز تقول ايه؟ لاننا في الاصل من سكان الجنة. لان ابانا ادم لولا انه عصى الله تبارك وتعالى ما نزل من الجنة، وكان هيبقى نسله والبشرية كلها تبقى في الجنة. فابانا ادم كان يسكن الجنة في البداية، لكننا نزلنا على الارض هنا في وقت مؤقت لكي نؤدي اختبار، وهو أصعب اختبار. اختبار في فترة قصيرة. اوعى تتخيل ان 60 و70 و100 سنة دي فترة طويلة بمقياس الآخرة ولا شيء. فنحن نزلنا هنا مؤقتا لكي نؤدي اختبارا قصيرا ثم نرجع بسرعة. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليختبركم أيكم أحسن عملا. فحاول أن تفعل ما بوسعك للحاق بقافلة الصالحين في الجنة التي ستعود إلى وطننا الجميل الأصلي، ولا تضيع وقتك في هذا الكوكب الصغير المليء بالشر والذنوب والمعاصي. أيها الإخوة الكرام، لعل الرسالة قد وصلت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.